السماء رفعها ووضع الميزان ألا ألا تطغوا في الميزان ولله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن.
والناس قل الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.